يا صباح السعادة، يا صباح الفل والياسمين عليكم يا حبايبي، يا صباح الخير، ويا رب يجعل الخير في كل بيت يا رب. النهاردة هنعمل كبدة وسجق زي بتاعة الشارع، وهنعمل فينو زي بتاع الشارع. نعمل فينو بيتي. عندنا كوبايتين دقيق وربع كوباية زيت والخميرة بتاعتنا وحبة لبن حسب ما نعوز. حطيت ربع معلقة ملح ومعلقة سكر ومعلقة مش كاملة بيكنج باودر. هنقلب الخليط كله على بعضيه، ايوه كده، عشان يبقى كله ايه، طايل الخميرة وطايل الملح. هنحط حبة الزيت اللي معانا دول، ربع كوباية، هنقلبهم جامد. خلي الدقيق كده يشرب. هنعمل فينو بقى، احلى فينو بيتي. نخش بالخميرة، دي نص كوباية مية ومعلقة خميرة ومعلقة سكر، وحطيتهم في فرن البوتاجاز، ولعت عليهم اللمبة، دفيتهم وخمرتهم الحمد لله، مع ان الدنيا ساعة قوي. هنعجنهم في بعضيهم وهنشوف بس هنعوز قد ايه لبن، مش هناخدهم كلهم. هنعجن العجينة بتاعتنا، هاخد شوية بس صغيرين، يطلع بتاع 3 معالق لبن مثلا كده. هنخلط الخليط كله على بعضيه، ايوه. همسكهم على الترابيزه بس كده، افردهم، خلينا ملكهم حلو كده. وبعدين حطيتهم في البوله وغطيتهم بستريتش، وبرده حطيتهم في الفرن، ولعت الفرن، اللمبه بتاعه الفرن. العجينه بتاعتنا خمرت، يلا بقى نعمل الفينو مع بعضينا. دهنت ارضيه الترابيزه حبة زيت صغيرين كده عشان ما تلزقش العجينة مننا، ونقطع وحسب ما يطلعوا معانا. هنقطع قطعة كده ونلفها مع في بعضيها كده، عايزينها تبقى متملكة جامد كده. ايوه، عملنا حتت صغيرة، ايوه خلاص، هما يطلعوا ايه تقريبا 8. هنفردها كده اهوت بالنشابة، احنا عايزينها مستطيلة كده، بس انا عايزة افردها شوية. ايوه، بيفكرونا بزمان بقى، والمشلتت بتاع امي بقى، والرقاق والحاجات الجميله بتاعت الصعايد. هنلف بقى العيش الفينو كده، يطلع لنا بنفس المنظر ده. هنقفله جامد عشان ما يورقش، نقفله خالص، ايوه، عشان مش عايزينها مورقه. خلصناهم وطلعوا 8 ترغفه. لما خمروا حطيتهم برضو في الفرن، ولعت اللمبة بتاعت الفرن، ودهنا الوش بتاعهم لبن، عايزين يطلعوا كده ايه، ملونين وشكلهم جميل زي ما بتجيبيه بتاع الفرن بالظبط. عايزين الوش البني الحلو كده، هندهنهم، ندهن وشهم بلبن حليب اهو. يلا بقى نعمل بقى الايه، الكبده والسجق بتاعنا زي بتاع الشارع. دي عندنا دهنه لقيتها في القلب، مسكتها ايه، حطيتها على النار كده على الفاضي، ما حطيت لهاش حاجه، انا عايزاها تسلي بس شويه. نقلبها شويه لحد ما تدينا لون، ايوه، اكله بقى تحفه. حطيت حبه زيت عشان خاطر الدهنه، عايزينها تبقى فكه كده. هي خلاص كده سالت شويه، حطيت ايه، اداني حته قلب صغيره مش كتيره. انا اشوحها الاول لوحديها مع الدهنه عشان القلب بياخد سوا شويه غير الكبده، ايوه، الريحه والجمال ده، ايوه. يلا بقى نقلد بقى اكلات الشارع كده، عشان العيال ما يقولكيش ايه هاتلنا من الشارع، احنا نعمل بقى اكلات الشارع في البيت. يلا لو عجبكم بقى والموضوع بقى كويس، يلا انزل بقى افتح عربيه في الشارع. هنحط نص الكبده، انا عايزاها بس ايه تتصدم، مش عايزه بقى ميتها تطلع ولا الدم بتاعها يطلع، لا انا عايزه بقى ايه استفاد بايه، بالفايده اللي جواها. انا استناها بس تتصدم، ايه تاخد سخونية الطاسة، انا موطية مش معلية قوي،
ايوه حاجه جميله وحاجه بيتي وحاجه مضمونه. انتوا عارفين ان انا ايه، بحب حاجه البيت وفي اكتفاء ذاتي يا جماعه في البيت. انا كده لونتهم شويه، هقلبهم لوحديهم قبل ما نحطهم على القلوب، قبل ما احطهم على القلب. ايوه العيال يقولوا لك يا ماما ايه انزلنا هاتلنا حاجه من الشارع. لا يا حبايبي، انا هعمل لكم في البيت، وده كل الحكايه، ده اللي انا عملته، ده ربع كيلو كبده بلدي ما كترناش، لسه هنعمل سجق وهيتعشوا وهينبسطوا ان شاء الله. هزحهم على جنب شويه كده، خلاص دول كده استووا، هنكمل بقيه الكميه اللي معانا. برضو هنعمل نفس الحكايه، مش عايزه اقلبهم مره واحده، انا عايزه اصدمهم شويه عشان يديك النتيجه اللي انت عايزاها. هي دي كبده الشارع وطريقه كبده الشارع. نعمل بقى ونغير، لازم يبقى في تغيير، مش كله بقى طبيخ طبيخ طبيخ، العيال بتمل، لازم نغير من وقت للتاني كده. اخش على اكلات الشارع واعمل لهم الاكلات دي في البيت. احنا هنقلبهم مع بعضهم كده، خلاص هي ايه شربت دمها، يلا هنقلبهم تقليبة جامدة حلو كده مع بعضهم. انا حطيت تقريبا نص من المعلقة الصغيرة توم، عايزه احمرها بس كده لوحديها عشان هي متلجه، نطير كده السقعيه بتاعتها ونديها بس كده ايه تشويحه لوحديها. اوعى بقى على النكهات وعلى الريحه، ما اقولكمش على الريحه، حاجه تفتح النفس بصراحه يعني. يلا نقلبهم كلهم على بعضيهم. هننزل بنص قرن فلفل رومي اخضر كده عشان الالوان بس كده بتدي بهجه وبتدي طعم كمان جميل ومفيد. الفلفل الاخضر ده كله غذاء وكله فيتامينات ومنظر جميل برضو زي ما حضراتكم شايفين كده. خلاص كبدتنا خلاص كده تقريبا استوت، احنا ايه محيقناش كل ده لسه، محيقناش، لما نخلص خالص نروح محيقينها. خلاص هي خلاص كده هي استوت كده مستويه. هنخش بملح وكمون، ملح وفلفل اسود وكزبره، هنقلبهم، خلي الخليط كله يشرب من التوابل. احنا نسك الشباك يا جماعه عشان خاطر الريحه ما تطلعش بره، احنا نشم الريحه والريحه تفضل في الحاجه. هنحط معلقه خل، دي التكايه الجميله اللي بتخلي الكبده طريه ولينه كده وحلوه وبتدي نكهه جميله كمان وبتدي ليونه في الاكل. احنا خلاص كده الكبده بتاعتنا استوت، طفيت عليها. نخش بقى نعمل حبه السجق الصغننين دول، دول تقريبا برضو ربع كيلو، انا حطيتهم في الطاسه ديت وعايزه اغطيها، خليها تطلع ميتهم وتشربها، يبقى خلاص السجق بتاعنا كده استوى. انا عريت عليهم خلاص هم استووا، رحت طلعتهم ومطرح انا شلتهم ومطرح الطاسه كده. هنحمر البصله بتاعتنا الصغيره دي، قطعتها جوليان كده، وحته تومه صغيره مش كتير، هو كل الحكايه ربع كيلو سجق. احنا عايزين ناخد المكرمل بتاع الطاسه ده كده، جميل بيخلي طعم الاكل تحفه وريحه بقى ما اقولكيش. انا اقلب البصله شويه، عايزاها تدبل شويه، وبعدين نحط واحده الطماطم ونص قرن الفلفل اللي كان باقي مننا، هنقلبهم مع بعضيهم. ايوه هناخد كل المكرمل اللي في الطاسه ده، ريحه وطعم ولون، الله على الجمال. بصوا الالوان مبهجه. خلاص هي كده خلاص ايه الخضار كله دي بالخلاص. نزلت بالسجق في نفس الطاسه برضو،
ايوه اوعى بقى، احنا هنقفل بقى على المطاعم اللي على المحلات اللي بره وكده ويبقى اوزة اوزة بقى هي اللي شغالة دلوقتي، حبة ملح وحبة كزبرة وحبة فلفل. السجق حايق، لكن انا الحياق ده التوابل دي للخضار بس، السجق اصلا بيبقى حايق. ايوه عايزه اكسرهم بس، دول مش عايزاهم كبار كده. ايوه حبايبي، ما اقولكمش على الريحه في المطبخ عامله ايه. كان في واحده على النت اسمها ريتا بتقولك ما تشمميش طبيخك للجيران، طبيخك واكلك كده ما يبقاش ليه طعم، انتي بس خليكي ايه ريحه في بيتك. انا طفيت عليهم خلاص كده، خلصنا والفينو بتاعنا كمان استوى اهو. انا هكمره شويه بس كده، مش عايزه وشه يبقى عامل قشره، لا وشه يبقى لين وحلو. بص الجمال بقى، شايفين الحلاوه. هنفتح الفينو بتاعنا ونعمل السندوتشات بتاعتنا. اوعى بقى على الاكتفاء الذاتي والجمال بقى، كل حاجه صناعه محليه زي ما بقول لكم، حاجتك في بيتك ولا تطلعي تجيبي ولا تطلعي تعملي، ادي حاجتك في بيتك وكل الحكايه. ربع كيلو سجق وربع كيلو كبد، هنملى السندوتشات بتاعتنا. هنعمل شويه سجق وشويه كبده. الله الله على الجمال. الود ودي اقول لكم تعالوا كلكم كلوا معايا، لا هنزود ما تخافوش، مش دول بس، نعمل تاني. الله ايه ده ايه ده، واقفين على عربية كبدة احنا. يلا بقى، عندنا حبة طحينة كانوا في التلاجة بس جمدوا شوية، بس شغالة حلو. يلا نحطهم على الكبدة. ايوه احنا لازم نكمل المشوار، لازم نعمل ايه بالظبط زي بتاعت الشارع. حضرنا المخلل بتاعنا، جزر ولفت والفلفل طبعا الجميل ده، ايه رأيكم على الجمال ده؟ يلا مين هيقوم يعمل زينا؟ حاجة حلوة وبيتي ومش مكلفة، وكل الحكاية زي ما قلت لكم ربع كيلو وربع كيلو، وبقية الحاجة عندنا في البيت ان شاء الله، مخللنا وحاجتنا في البيت. وإلى اللقاء في فيديو قادم، باي باي.